يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فيا راكبا مهرية شات الصبا كأن لها برق الغمام زمام، إذا جزت في وادي قبا، إذا جزت في وادي قبا قل بعولة أهاشم هبوا فالقود حرام. قضى الصبط ظمآن الفؤاد، قضى الصبط ظمآن الفؤاد وشلوه لبيض العوالي والرماح طعام. وقد قطعت، شلون تقطيع؟ وقد قطعت أوصاله بشبى الضبا، ورضت له بالصافنات عظام. وأعظم خطب، أكو أعظم من قتل الحسين؟ مما جرى على الحسين. وأعظم خطب زلزل الكون شجره ودك الرواسي فهي منه رمام. هجوم العدا قسرا على حجب أحمد، هجوم العدا ظلما جهرا على حجب أحمد، ولم ترع فيهم للنبي ذمام. فبينا بنات الوحي آمنات، ما متعودات على سفر مثل هالسفر، ولا متعودة على أقل ما كان في كربلاء وفي هذه المصيبة. فبينا بنات الوحي في الخدر إذ بها أحاطت لسلب الطاهرات لآم، ففرت إلى البيداء حسرى مروعة، لأن لجأت زينب سلام الله عليها للإمام زين العابدين وقالت: يا بقية الماضين وثمال الباقين لقد أحرقوا خيامنا، شو نسوي؟ قال عم زينب: عليكن بالفرار، يعني أهون الضررين، إذا يبقون في الخيام يحترق ويا الخيام، وأيضا إذا يفرون في البيداء مصيبة، لكن أقل ضرر يصير. عليكن بالفرار. ففرت وويلا، ففرت إلى البيداء حسرى مروعة، لها الصون ستر والعفاف لثام. فرت لأخوها حسيا من سمعة ونينة، قالها رجس لا وين ردي يا حزين.
يم خدنا رتمة الإمامة والنبوة راح المحامي وانقطع وصل الأخوة سهم المثلث ما ترك لحسين قوة ما ظل الجوالي يدافع يا حزين زينب يلي قبل شخص جبد مت نظرة الناس بحسين مغيوبة وشديد العزم عباس راح وتظل بالكسيرة وهبط الراس لم ييتامك للسبي طحت بدين هذا ذبيح وذاك يعني الحسين يم المشرعة طاح كل عزوة تجراحتنا هبل سيوف ورماح نوحج ما يشفي لج قلب راح الذي راح فوق الهز الملزوم هالبر تقطعين نادت يا نايم بالترب عاين احوالي يا الذي انضامت مثل ضيمي يا والي ما وصلت جسمه ولا لاحظ عيالي هالحمل يا ابن امي علي من تطرحون نادت صوت الرجس فوق متون هيلوح والله ما تشبق الحمام الناحت بنوح صيح اتركوني يما اخويا حسين باروح قال حرام عليك جسمه تنظرين الامر والمرجع لله بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد هذه حقيقة مهمة يعرض لها القرآن الكريم ودائما نرى دأب القرآن الكريم في عرضه للحقائق المهمة يقدم طبعا هذه الحقائق تختلف باختلاف الموضوع والأصل الذي يريد أن يتحدث عنه القرآن الكريم فتتنوع هذه الحقائق حقائق توحيدية ترتبط بأصل التوحيد وهناك حقائق أخلاقية وهناك حقائق عبادية وهناك حقائق ترتبط بتكوين الإنسان وحقائق تختلف الموجودة في الحياة الله سبحانه وتعالى يعرض لهذه الحقائق القرآنية أو الأصول القرآنية الأصول في الشريعة الإسلامية بشكل عام يعني أعم من مسألة أصول الدين المعروفة الأصول العامة المرتبطة بالحياة الدنيا وبالآخرة وبالشريعة الإسلامية وبخلق الإنسان وبالتوحيد وبالعبادة وبالأخلاق وما شاكل من ذلك إذا دققنا في القرآن الكريم أيها الأحبة نجد هذه الحقيقة الثابتة أن عرض الحقائق المهمة في القرآن الكريم لا يأتي هذا العرض إلا بعد أقسام متعددة أو بعد قسم مهم الله سبحانه وتعالى بعد هذا القسم يعرض إلى هذه الحقيقة المهمة سيد واحد يسأل هذا السؤال
عرض هذا القسم وتقديم القسم الإلهي، القسم بالأشياء، وهذه مسألة القسم في القرآن الكريم أو الأقسام المختلفة في القرآن الكريم، أن الله يقسم بأشياء وأقسم بأشياء معينة في القرآن الكريم. بعض هذه الأشياء عينية نراها متجلية مادية، وبعض هذه الأشياء ترتبط بجانب الفكر وبجانب المعنى، بعض هذه الأمور وهذه الأقسام ترتبط بعالم الملكوت يعني عالم الغيب، وبعضها يرتبط بعالم الملك يعني عالم الشهود كما يعبر. المهم هناك أقسام في القرآن الكريم، وهناك من عرض من المفسرين ومن الكتاب حول مفاهيم القرآن الكريم من علوم القرآن الأقسام، هناك من ألف في هذه المسألة مسألة الأقسام القرآنية، هناك من ألف في مسائل ومفاهيم قرآنية أخرى. فهذه من القضايا القرآنية، الله سبحانه وتعالى قبل أن يعرض الحقيقة المهمة التي يريد أن يثبتها في العقل والفكر والقلب الإنساني يقدم بمقدمة، هذه المقدمة على مستوى القسم الإلهي. وحينما يقسم الله سبحانه وتعالى لبيان أهمية المقسم به، أكو قسم أكو مقسم به، الله يقسم بالشيء يقسم بالشيء سبحانه وتعالى. فهنا في هذه السورة المباركة يبدأ الله سبحانه وتعالى يقول: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. كم قسم عندنا؟ عندنا أربعة أقسام. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد ثلاثة أربعة وما ولد. طبعا هذه الأقسام في بيانها وفي ذكرها هناك آراء مختلفة. القسم بهذا البلد بإجماع المفسرين سنة وشيعة أن هذا البلد هو البلد الأمين، هو مكة، لما يحمله هذا البلد ولما تحمله هذه الأرض من أنها كانت محل طواف الأنبياء، بل أن القائم على بناء هذه الكعبة المشرفة هو إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم شيخ الأنبياء. فهذه البلد لعظمتها ولأنها موضع للرسالات ولأنها مطاف كل الأنبياء ولأن الذي أسسها وبناها هو إبراهيم وابنه، الله سبحانه وتعالى يقسم بمكة لشرفها ولعظمتها. لذلك الله في القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، هذه الآيات البينات هي التي جعلت من مكة أرضا عظيمة مقدسة يقسم الله بها سبحانه وتعالى، فيقول: لا أقسم بهذا البلد. زين، واحد ممكن يعترض يقول: هذه البلد لا يوجد فيها منطقة نور أبدا، هذه البلد يوم من الأيام لا يوجد فيها منطقة نور، منطقة نور ماكو بيها، إذا ثمت منطقة نور ونقطة نور في هذا البلد فقط في بيت عبد المطلب، وهذا معروف. منطقة النور الوحيدة المنطقة التي فيها نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا يقسم الله سبحانه وتعالى ببلد على بيتها المشرف الأصنام ويعبد فيها الأصنام؟ الله يقول: هذا ما يضر هذه الأرض الطاهرة، هذه الأرض الطاهرة لا يضرها عند الله، أقول لا يغير مقامها إذا عبد فيها الأصنام، لأن أكو منطقة نور، هذه المنطقة النور راح تنتشر في هذه البلد
وهي نور رسول وهو نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مفسرون بعض المفسرين يقول بأنه لا يظن أو حتى لا يظن زعماء قريش أن الله أقسم بالبلد الحرام هنا لتعظيمهم أو لتعظيم ما هم عليه، أو لأن الله سبحانه وتعالى لو كان عملنا هذا عمل غير مرضي كان الله ما يقول لا أقسم بهذا البلد. فلذلك حتى الله يرفع توهم هؤلاء قال وأنت حل بهذا البلد، يقول إنما أقسمنا بهذا البلد لأنك حل بهذا البلد، يعني حللت بهذا البلد. مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى يرفع الله سبحانه وتعالى توهم الواهمين وتوهم زعماء قريش أن ما يقومون به مجاز، وأنه رغم ذلك شوف الله يقسم ببلدنا، قل لا الله ما يقسم ببلدك لأن أنت موجود، لا وأنت حل. والمفسرون يقولون وأنت حل بهذا البلد إشارة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قسم آخر، يعني نحن نقسم بهذا البلد ومن حل في هذا البلد وهو أنت يا رسول الله، أيضا لرفع كما قلنا لرفع توهم الواهمين في هذه المسألة. زين، بعد ذلك يقول ووالد وما ولد. مفسرون يقولون بأن لفظ ووالد وما ولد الله يقسم بالوالد وبالولد، يقول الله يقسم بآدم وذريته، هذا رأي من آراء المفسرين، يقسم بآدم وبذرية آدم. بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل المسألة مسألة عامة، وهي قسم القسم بالوالد وبالولد بالشكل الطبيعي، كل والد ولد. ليش؟ يقول لأن المسألة ناظرة إلى الإعجاز الإلهي في استمرار النسل البشري إلى يوم القيامة، وهذا بحد ذاته إعجاز إلهي، وبما أنه إعجاز إلهي الله يقسم به. بعضهم يقول لا، ما يتماشى مع الآية الكريمة ومع الآيات الكريمة ومع أن السورة سورة مكية هو أن الوالد هنا إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وأن الولد هو ابنه إسماعيل. ليش يقسم بإبراهيم وبإسماعيل؟ أولا القرآن الكريم يقول ويبين هذه الحقيقة المهمة فيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فلأنهما أسسا وبنيا هذا الصرح العظيم وهذا الذي جعله الله أول بيت وضع للناس، فلذلك الله يقسم بهما لما قام به من عمل عظيم. أمر الآخر الله يقسم بهما لأنهما مثلا التوحيد الخالص تمثيلا عظيما، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. روايات تقول أن إسماعيل لم يستفسر، ليش ما ليش؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم وتله للجبين نودي أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ولغيرها من المآثر العظيمة هنا أثران مهمان، بناؤهما لأساسات الكعبة المشرفة الله يقسم بهما، توحيدهما الخالص في الائتمار بأمر الله وفي الانتهاء بنهيه، الله يقسم بهما. يصير يقسم بهما لو ما يقسم؟ يصير.
بهذه الأقسام الأربعة الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا أهمية المقسم به يعرض إلى هذه الأقسام الأربعة يقدم بها، ثم يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. شو عندنا؟ قسم وعندنا جواب قسم. أكثر آية وردت فيها أقسام 12 قسم ورد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. شكل قسم 12 قسم. بعد ذلك يأتي إلى جواب القسم. أكو عندنا قسم كما يقول علماء اللغة، أكو عندنا قسم وأكو عندنا جواب قسم. جواب القسم هو الموضوع، موضوع اللي الله يريد يعني الحقيقة المهمة. ونفس وما سوى فألهمها قد أفلح، هذا هو جواب القسم. هنا جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. شنو معنى كبد؟ الراغب الأصفهاني في مفرداته يقول الكبد ألم يصيب كبد الإنسان، ألم مشقة يصير كبد الإنسان. بعد ذلك عرفت الكلبة لكل ألم ومشقة تصيب الإنسان، كل ألم ومشقة يصيب الإنسان ومشكلة يسمونها كبد. فلذلك الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. حقيقة مهمة يجب أن نفهمها. اللي يتصور أن الدنيا خالية من مشكلة حتى مشكلة صغيرة فهو واهم. عندنا في الروايات لو كان المؤمن في جزيرة لوحده ما ويا أحد، لو كان المؤمن في جزيرة تخلو من البشر لقيض الله له من يبتليه به بلاء. احنا عندنا في الروايات البلاء انواع، لكن احنا بلاء المؤمن ويا المؤمن البلاء. الله يبتلي المؤمن ليش؟ الله يمشكل المؤمن ليش؟ في الرواية لا، الآية الكريمة واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتم قال اني، وين وصل؟ إني جاعلك للناس إمامه، يعني البلاء يوصل إلى الكمال. في سؤال مهم، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ الجواب ما هو؟ هذا له وضعه الخاص إن شاء الله نذكره في الليلة القادمة. ليش الله خلقنا في الوجود؟ البلاء واحد من الأجوبة القرآنية. يوسف الصديق بعد الابتلاءات وين وصل؟ وصل إلى الكمال، إلى غيرها من المصادق في القرآن الكريم. في الرواية إن الله إذا أحب عبدا صب عليه البلاء صبا، إن الله إذا أحب عبدا رواية أخرى ابتلاه. حب الله إلى الإنسان معناته كمال، يوم كمال كمال. لكن لضعف اليقين عندنا نجد أن البلاء، بعضهم يصور أن البلاء حالة من ماذا؟ حالة من الانتقام. الله ما ينتقم بعباده، والله رؤوف بالعباد، الله رؤوف بالعباد. الله سبحانه وتعالى يسهل للإنسان طريق الجنة، ولكن الإنسان يصعب عليه طريقه للجنة، وإلا الله يسهل. الحسنة بماذا؟ عشر أمثال. وانت جالس آداب المجالس، تجلس جلسة في آداب المجالس، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، تفسحوا في المجالس يفسح الله لك. تتفسح إلى هذا المؤمن، إلى هذا الوجيه عند الله لمقام إيماني لكذا احترامه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحترم يوقر كبيرنا ويحنو على صغيرنا، كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. أنت من تقوم بهالعملية يحسب لك؟
تبسمك في وجه أخيك المؤمن، مواساتك لأهل الفقيد، كلها تحسب إليك، هذا كله تسهيل إلى الجنة. لكن باكو بعض الناس شوف الجنة بلاش، ممكن واحد يروح الإنسان، أكو ناس يروحون للنار والعياذ بالله بخسارة بفلوس، بفلوس خسر سفرات وفلوس حتى يسوي الرذيلة والعياذ بالله، وهذا خسارة. الله يقول روح للجنة ببلاش، ماكو. فاللي يتصور أن الحياة ليست فيها مشكلة، أصلا ديناميكية الحياة تمشي الحياة بالمشاكل بالبلايا، ليس معنى هذا أن الإنسان لا يسعى لتطوير حياته ولجعل حياته ولجعل الدنيا ولجعل الحياة حياة طاهرة، حياة مقدسة، شوية يبعد عنه. بس هي البلاء، أنا ما أتكلم عن القضايا المرتبطة بالابتلاءات الموجودة، الابتلاءات الأخلاقية والظلم أو مشاكل من ذلك. الإنسان يسعى لإثبات العدالة، لكن هو لا بد من المكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني من المكابدة، من المكابدة. لذلك شوف من هم أقرب إلى الله؟ المبتلون. وانت في حال البلاء شوف نفسك قريب من الله، غير حال الرخاء، حال الشدة تكون قريب من الله. شوف القرآن الكريم ماذا يقول: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا مثل الله يعرضه. شوف إذا أنت في البحر وتلاطم بك الأمواج يمين وشمال، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله كذا، ماكو بعد قضية واحد يتذكر قضية شوية سواها يا الله حتى الله ينجينا. لما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يا أيها الناس، أنتوا على من تخادعون؟ تخادعون منه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعونه. آية أخرى يقول يخادعون الله وهو خادعهم. خلقنا الإنسان في كبد، إنزين في حال البلاء، ما دام إحنا خلقنا في كبد يعني من المكابدة، مفترض الإنسان يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. شوفوا إمامكم الحسين سلام الله تعالى عليه، لما أن أصيب ولده عبد الله الرضيع بسهم حرملة، حسين ماذا قال؟ قال كلمة تمعنوا لها جيدا أيها الأحبة، وأنتم تواسون أهل الفقيدة هذه الشابة المؤمنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها في واسع رحمته. لما أن أصاب سهم حرملة وكان مسموما، ها، أصاب عبد الله الرضيع من الأذن إلى الأذن، من الوريد إلى الوريد. سوين الإنسان عند حاله؟ وين الإنسان عند باله في ذلك الوقت أنه يكون وضع نفسي؟ شوف الإمام سلام الله عليه، هذا اللي الله سبحانه وتعالى يقول نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا لنا عابدين. صبرهم هذا صبر عبادة عظيمة، صبر عبادة عظيمة. الإمام سلام الله عليه رأى ولده عبد الله الرضيع مذبوحا من الوريد إلى الوريد، أخذ شيئا قبض قبضة من دمائه رمى بها إلى السماء وقال هون ما نزل بي. هذا اللي نزل بي من قضية الرضيع أنه بعين الله. أي عظمة هذا، أي صبر هذا. هون ما نزل بي، دروس الحسين سلام الله عليه، احنا نقرأ الحسين ودائما ويا الحسين، هذه دروس الحسين العظيمة. هون ما نزل بنا، المفروض يكون أنه بماذا؟ كن عندك يقين بذلك. هون ما نزل بي أنه بعين الله. إمام ما يقول بعلم الله، يقول بعين الله، لأن علم الله نافذ لكل شيء، الله يعلم البر والفاجر، ويشوف البر
والفاجر. لكن الإمام يريد يقول أن نظر الله الخاص فقط للحسين وآل الحسين. قل نظر الله الخاص للإمام المعصوم ومن يتبع الإمام المعصوم. هون ما نزل بي أنه بعين الله، هذا بعين الله يعني الله قاعد ينظر وقاعد يشوف سبحانه وتعالى. وترى هذا التمثيل وهذا المثال وهذا المصداق طبق على كثير من القضايا الموجودة في كربلاء. يروي الرواة هذه الرواية، الحسين لما أن فقد أصحابه وأهل بيته وبقى وحيدا فريدا، وبعد أن أصابت سخم حرملة الطفل الرضيع، وصارت حالة الحسين معروفة عند أهل الخيام، من شقوق الخيام خادبتهم فضة، هذه الوجيهة عند الله، من شقوق الخيمات، لأن الحسين كان يودع، السهام كانت تترى على أبي عبد الله الحسين. تقول الروايات فشقت بعض السهام بعض خيام النساء وأزر النساء فنادين بالويل والثبور. هذا هو الحسين يودعهم ودعهن. فضة لما أن رأت هذه الحالة ما أصاب عبد الله الرضيع من سخم حرملة وما أصاب الحسين من ذلك، عمدت إلى القبلة، رفعت كفيها ونادت إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، إلهي بدماء عبد الله الرضيع، إلا ما أنزلت النصر على سيدي حسين. وإذا به يرى بعضهم يتمايلون ويتساقطون على بوغاء كربلاء. قيل يا حسين تقاتلنا باللاهوت؟ فلا قدرة لنا على ذلك، بل قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني. قالوا إذا لماذا نرى هذه الحالة؟ رجع الحسين إلى الخيام، استقبلته أخته زينب، أخي أنت دعوت على القوم؟ البلاء أمامك يا زينب. زينب احاجيها وقلبه بالتغابة. الله يرحمك يا ملا عطية، الله يرحمك رحمة الأبرار، الله يرحم الأساتذة. زينب احاجيها وقلبه بالتغابة، أرد انشدك يا مخدرت بيت النجابة، يا اخت اخبريني منين هالدعوة المجابة، من رخصك يا عزيزة الكرار تدعي. قالت لبالشدات صبري مثل صبرك، ولا لأمر تدري يا خويا غير أمرك، لكن يا ابو السجاد قل لي شلون بصرك، انشد على السجاد وانشد هالنساوي. خويا ابو علي هذا الخيام دونك، طيب للخيام يا نور عيني وفتش وشوف، نازل على العالم ترى زلزال وخسوف، صدو الانفضة تلتحب والدمع مذروف، تقسم على الباري بشرف ست النساف، كون متعطل وغي تجري دمعها، تنادي يا ربي بجاه من كسره، وحسين رحمة ونقمة الباري دفعها. لازم يفض على البلا كل تصبري، جاوبها الحسين بلسان حاله، منا يفضلتي
ومحسوبة علي صبر المصايب وبلايا اللي ابتلي شفت اشتد احلمنا وشفتي صبر ابو سلم الامر لله يا فضه لا تجزعي تحبت وقالت سيدي ما ظل يشعور من شفت عبد الله الرضيع بسهم منحور خلاني يدعي على العدة والقلب مفطور حالك وحال الطفل وأحوال النساء هيج علي الحزين ذبح الطفل عطشان زيد علي الفاجعة ضجة النسوة وانت يا ابو السجاد مفرد بين عدوان اخوانك فنوا واستوحدوك القوم يا حسين حسين بعدك لا هنا عيش يا الله ارفعوا ايديكم بالدعاء ونقسم على الله بالحسين الوجيه وجده وابيه.